متى يأتي بهالما؟ وليش طلعت مني الكلمة في اللحظة هذه؟ يقول أنا بمجرد أني نطقت الآية هذه وقلتها لشريكي اللي كنت أنا وياه قاعدين على طاولة كذا نحل المشكلة، يعني كان يقول لي احنا وين رايحين؟ ايش اللي راح نسويه؟ فقمت وقلت له يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. يقول كأن الامور اخذت مسار ثاني، ذكر امور كثيرة يعني انا لو اتكلم فيها الان يعني راح ناخذ ساعات وساعات واحنا نذكرها، لكني راح اقول لكم انه وصل الى انه ادرك كذا امور وتفتحت اشياء في ذهنه. واول شيء سواه قال انه انا راح ارجع لسورة البقرة اقراها بشكل يومي، وحسيت فعلا انه فيه امور بدأت تمشي بطريقة غريبة، يعني ما هي طريقها المعهودة اللي لها 9 شهور وهي واقفة كذا ومتنحة في مكانها. فيقول تلزمت عليها لمدة 17 يوم وبعدها تركت، بعد ما تركت رجعت الأمور مثل ما هي. بعدين شفتوا الشخص اللي كذا يحاول انه يقاوم نفسه يرجع مرة ثانية، يقولوا من هنا دخل لي الشيطان، فصار يقول لي يعني انت الحين ملتزم بصورة البقرة عشان أمورك بس يعني تمشي، فبدأ يقول له انه انت منافق وانه انت كذاب. عرفت الشعور هذا اللي انت احيانا تحسين تقولي انا منافقة، يعني انا بس رجعت لربي بس علشان عندي مشكلة، بس على بال ما تنحل المشكلة هذه وراح اروح واترك كل شيء. فحس بالشعور هذا بالضبط، واسمعوا هنا عشان نعرف انه النية تسوي فرق في حياتنا والله العظيم. يقول كذا بعدين استجمعت قواي وقلت خلاص انا راح اكمل في البقرة، راح اكمل وما ابغى ولا شيء يتحسن في حياتي. يا الله يا الله، شوفي هنا انت شلون تشوفين النتائج فعلا فعلا تشوفينها بعينك. وبعدها بدا يقرا سورة البقرة بشكل يومي، بس شلون يقراها؟ يقول بديت اقراها في المسجد بعد صلاة الفجر مباشرة، وهنا تجلى اول امر واول شيء شفته واول اجابة جتني على يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. وبديت فعلا اشوف اللطف في حياتي، بديت احس واقول لنفسي انه يا الله انا كنت زعلان عشان عندي مشكلة في حياتي، طب الحين هي نفس المشكلة بس أنا مو زعلان. شفتوا كيف كأن الحياة تتغير مع الله؟ كأنه بمجرد أنه أنا قمت وأخذت سورة البقرة كيف بدأت الأمور أو حتى إدراكي أنا لها يتغير؟ يعني أنا نطقت كلمة أو آية بغير وعي قلت يأتي بها الله إن الله لطيف خبير وبس كذا رميتها في لحظة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ما هو بعبد الله محمشان اللي رمى، هو الله سبحانه وتعالى اللي ألهمه أنه يقول الكلمة هذه في وقت ما هو مدرك له أبدا. وراح أقول لكم على موضوع أنه أنت تقولين كلمة في وقت أنت مو مدركة. كنت أسمع واحدة قبل كم يوم قالت أنها كانت تقول أبى أسوي رجيم، أبى أسوي بكرة إلا بعد بكرة إلا، تقول وبعدين قمت وباغت نفسي هذاك اليوم، قمت وقلت أنا صايمة خلاص صيام متقطع، واحدة من المشهورات اللي تسوي اللي يسوون اليوميات والروتينات، فقالت لقيت نفسي إنه أنا فعلا التزمت وأنا كنت كل يوم أقول من بكرة راح أبدأ صيام متقطع، من بكرة راح أبدأ، وهذاك اليوم قمت وقلت أنا صايمة. ترى أحيانا فعلا تكون المباغتة هذه، أتذكر إنه أنا تقريبا في 2016 بدون تفكير بدون مقدمات وأنا يعني وحدة مديونة الوحدة 70 ريال وشايل همها، صار لها أكثر من شهرين عندي الله العظيم، وإني كنت أقول شلون بسددها كيف بسددها 70 ريال. وإني أتذكر هذاك اليوم إنه أنا كذا فجأة قلت لزوجي، قلت له في 2020 راح يكون كذا وكذا وكذا معي. قعدت تقريبا 20 يوم وانفتح لي باب، شلون انفتح ما أدري، كلمتني وحدة كان اسمها عبد الله ركيان الله يجزاها ألف خير، يعني هذيك الإنسانة ما أقدر أجازيها مع إني الآن لا أعرف رقمها ولا أعرف أي شيء لها، كانت تبيع شنط أتمنى فعلا إنها من الأشخاص اللي تابعوني. قالت لي اسمعيني يا بنتي تعالي وخذي الشنط وإذا تقدرين تبيعين، أنا ما أعرف حد وعمري ما جربت كذا. وبديت هذيك البداية، أول ما بديت معها كنت أروح لين بيتها في العزيزية في الرياض وأخذ منها الشنط وأخذ منها الأشياء. قالت لي اسمعيني يا بنتي ترى أنتي الآن تأخذين مني وبعدها راح تتعلمين وراح تعرفين من وين تجيبينهم وراح تأخذين طريق يخصك أنتي. شوف سبحان الله كانت عارفة من بداية الأمر، وفعلا أخذت منها يمكن 2 شهر أو لا أكثر والله يمكن 6 شهور كذا حولها، وبعدين أنا بديت أتعرف على السوق وفعلا كانت هذيك البداية البسيطة. فموضوع أنه أنتي تلاقين آية كذا نطقتيها بدون وعي أو قلتي لا معلي الله بيفرجها أو أنا لازم أتغير أو أنا لازم أنحف أو أنا لازم أنفض حياتي كذا تلاقينش بدون مقدمات قلتيها، اعرفي أنه فيه أمر نزل أنه ما هو بإحنا اللي نرمي، ما هو بإحنا، هو أمر نزل وإحنا استلمناه وعلى أساسها إحنا نفذنا وقلنا الكلمة هذه، قلنا أنا راح أتغير أنا راح ألتزم أنا. فالكلمة هذه لما جرت على لسان الأستاذ عبد الله ما هو بهو صديقيني والله العظيم، بس علشان تعرفين إنه في اللحظة اللي الله يبغى ينتشلش ما هو بكذا هو ينزل بنفسه ويشيلش كذا ويرتب حياتش، يعطيش الأسباب ويلهمش الأمور أنت لازم تفكرين فيها. لما تلاقين كلمة زي هذه جرت على لسانك قولي إيش المعنى، إيش القصد، ليش الله ألهمني بالكلمة هذه، ليش الله فتح لي الباب هذا، ليش الله جاب لي الرسالة هذه ولا الإنسان هذه. فقال من أول الأشياء اللي أنا أدركتها إني قلت لنفسي أنا أقدر أتكلم مع الناس وأقول لهم إيش المشكلة اللي أنا فيها، فعرفت إنه هذا من اللطف. شوفوا الآن هو بدأ يسقط كل شيء وكل أمر وكل حدث يصير في حياته على إن الله لطيف خبير. فيقول هنا بدأ يتجلى ويظهر لي اللطف،
وبديت أفهمه، لكني هنا أبغى أفهم الخبير، وبديت أبحث أبحث في المفهوم هذا، وبديت فعلا أشتغل على خبرتي. خبرتي اللي أنا أهملتها بسبب كلمة كان المفروض أنها ما تأثر فيني. فصرت كل مرة في كل حدث وفي كل موقف أسأل نفسي، أقول ليش الله ألهمني أني أقول الآية هذه. لقيت أنه أنا كل يوم أحس أنه المشاكل برغم أنها موجودة والخسارات موجودة والمصايب موجودة، إلا أني أحس أنها بدأت تحجب عني، شلون ما أدري. وهنا يمكن راح تلاقين إجابة لما يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رحت للقرآن الكريم وبديت أبحث كم مرة ذكر اسم الله اللطيف في القرآن وإيش الأسماء اللي اقترنت في اسم الله اللطيف. لقيت أنه اسم الله اللطيف في القرآن انذكر 7 مرات، منها 5 مرات اقترنت مع اسم الله الخبير. كان أول اقتران أنا وصلت له اللي كان في سورة الحج، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. الآية 16 في سورة لقمان، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. في سورة الأنعام، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وهنا كلام كثير قاله كان في الحلقة الثانية، يقول أنا كنت أبغى أحقق اللطف في حياتي. شفتي لما توصلين كذا لمرحلة صعبة 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 تحسين أحيانا أنه أنت فعلا أكبر شيء تبغينه أنه الله يلطفيش، أنه الله يلطفيش. لكني أدركت أنه اللطف مرتبط بالخبرة، اسم الله اللطيف مرتبط باسم الله الخبير. فعرفت الآن أنه هذه رسالة تقول لي أنه أنا عشان ألاقي اللطف في حياتي لازم أنها تكون عندي خبرة. وبعدين هنا في الحلقة الثانية فصل وشرح قارن بين الخبرة والمعرفة. وهنا الإنسان لما يدرك الخطأ اللي هو يقع فيه، أنه أنا يعني عندي خبرات كثير، إنسان بفضل الله ملم بأشياء كثيرة، وفجأة يجي موقف بسيط يأثر فيني، هنا أنا إيش أخسر؟ أنه أنا عندي خبرات وأشياء كثير أنا متميز فيها وأنا متفوق فيها، ففي لحظة أتأثر من شيء بسيط شيء ما يسوى، هنا أنا ما أدخل في لطف الله. يا إلهي فكروا فيها. يعني أنت اليوم لو عندش الخبرة هذه فأنت اليوم ما استخدمتيها، تأكدي أنه اللطف راح يطلع من حياتك، راح تحسين أنه في أشياء كذا تجيش بطريقة أنت ما أنت حابينها، تجيش على أشكال ما تبغينها، تجيش يمكن على فرص على قول الأستاذ عبد الله، تجي الفرصة بس ما تكتمل، لأنه أنت اليوم عندش خبرات أنت ما استخدمتيها. فيرجع يقول أنه أنا بديت أراجع نفسي، أنه أنا أتوقفت عن العطاء، أنه أنا أعطي على سناب شات، على إنستغرام، على يوتيوب، على تويتر، توقفت عشان كلمة، وأنا إنسان الله أعطاني خبرات، كلمة خلتني كده أرجع إلى القاع. وبديت أقول لنفسي هل البشر هذولي هم اللي حققوا وجودي هنا أو الله سبحانه وتعالى هو اللي ألهمني بهذا كله. وشوفوا كيف يقول بس مجرد أني أنا أتوقفت عن البثوث عن المعلومات اللي أنا كنت أعطيها، أشياء كثيرة اتوقفت في حياتي، أمور كثيرة تعطلت شركات ومصالح ناس، تعطلت استثمارات. هنا أنت راح تدركين إيش معنى أنه أنا ألتفت كل يوم لكلام الناس، إيش يقولون، إيش يعلقون، إيش هو رأيهم فيني. ممكن أكون أنا وإنتي من الأشخاص هذولي اللي يهتمون إيش قال فلان، إيش راح يقول عني. فأنتي لما يبدون الناس هم كذا يحطون لك حجار على الطريق وإنتي تتوقفين، اعرفي هنا أنه في أشياء كثير راح تتوقف في حياتك، لأنه أنتي اتوقفتي بناء على كلامهم، بناء على آرائهم اللي ما راح تخلص. يعني إذا أنت ما تجاوزتيها اليوم فهي ما راح تخلص، إذا أنت التفتي لكل كلب ينبح أنت ما راح تتقدمين. وهنا يقول أنا دخلت في فخ، اللي هو إيش؟ اللي هو الشح، إنه كل المصادر تبدأ تكون شحيحة. شفتي لما قلت لك في بداية الكلام إنه يكفي إنه أنت تطيحين عمود واحد بس، كفيل إنه يهدم حياتك بالكامل، إنه أنت تلتفتين لكلمة واحدة يقولها شخص كفيلة إنها تهدم حياة كاملة. ومن هنا يقول فيه درس ثاني بدأ يظهر في حياتي، اللي هو إيش؟ فيقول أدركت إنه الانهيار هذا اللي صار في حياتي هو غاية اللطف من رب العالمين. وهنا صراحة كانت له لفتة مرة جميلة، قال علشان تحصل على اللطف في حياتك ويظهر لك فعلا، إنه أنت تراقب اللطف اللي من رب العالمين صاير فعلا في حياتك. إحنا لما نستدعي الرحمة من رب العالمين نسترحمه، ولما نستدعي المغفرة نستغفر. ولما تستدعين اللطف في حياتك وتبغين الله يلطف فيش، راقبي اللطف اللي الله لطفنه فيش أصلا، اللي هو موجود أصلا في حياتك، اتأمليه واستشعريه. إنه أنا أحمد الله على النعم اللي أنا اليوم أملكها. لو أضرب لك أمثلة ساعتين لقدام ما راح نحصي الأشياء اللي الله لطف بنا فيها. وأنا متأكدة إنه حتى الأشخاص اللي يمكن ما عندهم هذاك الشعور اللي هو شعور الامتنان في حياتهم، إلا أني لو جيت وذكرت لهم أو سألتهم
عن إيش هي المواقف اللي أنتوا تشوفون إنه الله لطف بكم فيها، راح يتذكرون مواقف كثيرة. كم مرة كذا أنتي حطيتي رجلش ما تدرين وين حطيتيها، تكونين على مكتب، تكونين على كنبة، تكونين ما تدرين إيش اللي كان تحتش، بعدين كذا أدركتي إنه الله في اللحظة هذه لطفش من شيء يعني كان راح يودي بحياتش. كم هي المرات اللي مثلاً إحنا كنا برا أو كنا ببر أو كنا برحلة ولقينا إنه إحنا مثلاً في مكان كان بيننا وبين الموت شعرات بسيطة أدركناها بعدين وقلنا يا الله قد إيش الله لطف بنا. أبسط الأمور، كم المرات اللي إحنا قطعنا فيها الشارع شوي كذا لحظة بس التفتنا لقينا إنه الله لطف بنا من أمر كان راح يخلينا نسلم العهدة نقدم الورقة ونغادر إلى مكان ثاني. فتخيلي إنه أنت علشان تحصلين على اللطف هذا في حياتك كفاية إنه أنت تراقبينه، يعني إنه أنت تراقبين اللطف كأنه أنت عندك الرقم السري إنه أنت تحصلين على اللطف في حياتك. فيقول من الأشياء اللي اكتشفتها إنه هي يمكن اتراكمت على مدى سنوات، يقول يعني بصراحة أنا راجعت 6 سنوات للخلف، بديت كذا جبت الأوراق والملفات وبديت فعلا أحطها على الطاولة وأقول ليش الأشياء هذه قاعدة تصير معي، بالإضافة إلى أشياء كثير أنا قاعدة أراجعها. يقول فاكتشفت شيء، اكتشفت إنه أنا ما كنت لطيف مع نفسي. يعني تخيلي ترى الحين أنا اختصرت ليش الحين أنا وصلت الحلقة الثالثة، بس ترى مهما اختصرت ليش والله العظيم ما راح يكون مثل ما أنت تسمعينها. اتأكدي إنه أنا أحيانا ممكن ما أعطيش المعلومة اللي أنت فعلا تحتاجينها، ممكن معلومة ثانية اللي أنت هي فعلا ممكن تحل كذا لغز في حياتك. أنا يمكن أعطيش المعلومات اللي فادتني أنا وألخص لك الأشياء اللي أنا استفدت منها، أنت ممكن تستفيدين من معلومة مختلفة تماما. فأنا فعلا والله العظيم أنصحش إنه أنتي ترجعين للحلقات هذه بالكامل وتسمعينها، وما راح تملين وراح تتمنين إنه أنتي تسمعين إلى الحلقة 10، بس أنا اليوم راح ألخصلش إلى الحلقة 6. فيقول لا شعوريا لقيت نفسي إنه أنا من الأشخاص اللي يجلد نفسي، إنه أنا أحس بنفسي على أخطاء. وبالله عليك مو كلنا الشخص هذا، ترى إحنا هنا ما نحقق اللطف مع أنفسنا، فمن النقطة هذه ممكن إنه إحنا نكتشف إنه فعلا يمكن انه ما تحققت لنا الخبره بسبب الجلد اللي احنا نجلده لانفسنا، بسبب التانيب. انا مره قلت لكم اني انا نمت للساعه 8 وقلت لكم احس بتانيب ضمير، كثير منكم رد علي وقال لي ليش ويعني هي مره هي. من بعدها خلاص حطيت لي انه انا يوم الجمعه انام الين 8 او 9 وانه انا اعطي نفسي انه هذا اليوم يوم اجازه. لما تكلم الاستاذ عبد الله عن الامر هذا حسيت انه فعلا انا كنت اجلدها، كنت احاسبها وكنت احسب اني صح، مع انه انا صار لي يمكن 15 سنه او 14 سنه على قومة الصبح. الحين ما شاء الله ابن الكبير عمره يمكن 15، من يوم كان عمره 8 شهور وانا اقوم قومة الصبح. ايش الكلام انه احنا احيانا لازم انه احنا كذا نحن على الشخص اللي في داخلنا هذا، انه احيانا كذا احنا لازم نعامله بلطف عشان احنا نلاقي القطعه الثانيه لنفس الشكل هذا اللي احنا نبغاه. انا ابغى اللطف في حياتي وانا مو لطيف على نفسي وانا مو حنون عليها، انا ابغى الناس تحن علي بينما انا قاسيه على نفسي. شلون راح يتحقق اذا كان الجزاء من جنس العمل؟ اذا كان الله يقول هل الجزاء والاحسان الا الاحسان؟ لا تعتقدين انه الايه هذه انقالت في موضع او في موقف معين وخلاص انتهى الموضوع. فما كان القران صالح لحد اليوم، القران صالح لكل مكان وزمان. فما راح يكون جزاء انه انا احسن لنفسي الا انه الله يحسن الي، انه انا احسن للناس الا انه الله يحسن الي. بس ترى الله وصانا بانفسنا اول شيء، عليكم انفسكم. لما في 2020 كنت كذا اناظر لعيالي، اناظر حياتهم اللي انقلبت فجاه، اناظر لملابسهم اللي محطوطه في كراتين، اناظر الفرش اللي ينامون عليه، اناظر حياتي اللي انقلبت فجاه، اناظر المواعيني اللي محطوطه في الارض اللي هي اصلا عباره عن مواعين جمعوها لي بنات عمي خالاتي، كانت محطوطه في سلال في صناديق كذا بس على الارض في المطبخ. اناظر نفسي وانا اطبخ على الارض على شولة صغيرة، أشياء كثير. فكنت كل يوم أقول لنفسي إنه أنا السبب، أنا اللي وصلت عيالي لهنا. يعني شوف يمكن أنا نفسي ما كنت ذاك الاهتمام وعادي لو ما كنت إلا أنا موجودة، بس كنت أناظر لعيالي أحس إني أنا قضيت عليهم، قضيت على مستقبلهم. فجات 21 وصارت انتكاسة أكبر، لقيت إنه كل شيء في الحياة انقلب علي لأني أنا اللي بديت أأنب نفسي، أنا اللي بديت ألومها، أنا اللي ما كنت حنون عليها. فيقول عبد الله بحميشان اذا ما انا طبطبت على نفسي وقلت لنفسي عادي ترى انت بشر انت تغلط وعادي ان انت تغلط، وايش صار لو انا غلط ايش راح يصير؟ يعني الحياه ما راح تنتهي على غلطتي، والحياه ما راح تستمر اذا انا ما غلط، يعني انا سواء غلط او ما غلط الحياه ماشيه، فليش انا أأنب نفسي واجلدها؟ ترى ما هو بغلط انه احنا نحاسب انفسنا، لكن الغلط مثل ما يقول الاستاذ عبد الله انه احنا نوصل للمرحله اللي احنا نستنقص فيها من انفسنا كذا ونحتقرها ونقسى عليها. تصدقون من المواقف اللي كذا ريحتني في داخلي انه انا قلت اني اكتشفت انه في احد شمت فيني فعلا لما وصلت لمرحله الانتكاسه. صدق انا حسيت انه في ناس قالت يا ربي لك الحمد انه هي وصلت للمرحله هذه، مع اني من الناس اللي كنت اقول ابدا انا ما عندي اعداء، لما كان احد يتكلم اعداء نجح اقول يا ربي يا ريت عندي انا اعداء. فلما اكتشفت انه فيه ناس شمتت وانبسطت باللي صار لي، والكلام هذا ترى تكلمته في الحلقه حق 100,000، انه والله العظيم في لحظه كذا قلت الحمد لله انهم حسوا الاحساس هذا، يا اخي كان نفسهم من زمان يذوقون الشعور هذا، يلا الحمد لله انهم حسوا. تصدقون والله العظيم اني تجاوزت موضوع الشمات هذا، يا الله قديش يعني سنين
سنين نفسهم انهم يذوقون الاحساس هذا. فما ادري هل انا قبلته، هل انا كنت اكذب على نفسي. المهم انه انا قلتها في وقت من الاوقات، فوالله العظيم اني تجاوزته بمجرد شعور انه خلاص الحمد لله يلا يخطر لي يطيح يقول احسن. والله العظيم دائما احس انه الموقف هذا يذكرني بالمثل هذا. عشان كذا قال عبد الله بحميش الانسان اللي يتحاسب من هو، من هو اللي يتحاسب؟ المذنب. فيقول انا كنت احاسب نفسي في ايش الشيء اللي انا الاقيه، ايش النتيجه اللي انا مفروض الاقيها بناء على الحساب اللي انا احاسب نفسي. يعني كنت اعامل نفسي على اني مذنب، في ايش جزاء المذنب؟ عقاب او ثواب؟ فقال انا هنا لقيت الجزاء من جنس الامر اللي انا كنت اقدمه لنفسي. يا الله الكلام مره كبير والله العظيم. فيقول كنت الاقي العقاب بنفس الحده اللي انا اوجهها لنفسي، وكانها بنفس حده السكين اللي انا كل يوم قاعد اقطع فيها نفسي. العقاب اللي يجيني من الخارج نفس العقاب اللي انا قاعد اوجهه من الداخل. وهنا يقول بديت استشعر لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لانه الله لما رد على نبيه ايش قال له؟ قال له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فيقول اكتشفت انه الانسان يوصل الى تأنيب الضمير والى جلد الذات بسبب انه احيانا يكون الانسان يدعي المثالية، او فعلا يبغى يكون مثالي. لما مثلا الانسان يقول انا قوي، انا امتص صدمات، انا انسان ما اتأثر بآراء الناس. يقول انا كنت اقول في البثوث انت لازم ما تتأثر بكلام الناس. يقول وكنت اكرر واقول دائما عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. يقول ترى في المرحلة هذه لا تعتقد انه كل شيء خلاص يرجع زي ما هو، انه الامور كذا تمشي حمادة. ترى في المرحلة هذه في اختبار. قال انت ممكن في المرحلة هذه تقول ما في نتيجة، يعني انا سويت واستغفرت وسويت كل اللي تقولون عليه ما في نتيجة، زي كثير تعليقات اسمعها. يقول انت يا بني ادم حساباتك غير حسابات الله. الله سبحانه وتعالى لطفه اشمل من لطفك ومن تفكيرك، يعني من تفكيرك كذا الصغير المحدود الشريط اللي قدامك شريط ترى صغير، ترى انت ما تلم بالصورة بالكامل. ترى انت تشوفين الشيء اللي قدامش وتشوفين زوايا صغيرة عن يمين وعن يسارش، بس انت ما تشوفين الصورة بالكامل، انت ما يطين بها من كل الجوانب. فيقول انت لا تقول انا استغفرت عشان احصل على النتيجة هذه، وتحط خيارات لله سبحانه وتعالى. الله اعلم، الله ادرى، الله ابصر متى الوقت المناسب اللي مفروض انه الصورة تظهر لك او تظهر لش. انت من حقك تطلب اللي انت تبغاه، لكن مو من حقك او من حقش انه انت تحددين متى الموعد اللي انت تاخذين فيه العطاء هذا، لا، هذه شغلة رب العالمين. يعني يقول انت وكأنش تقولين انا استغفرت، فانت يا رب لازم انه انت تسوي كذا وكذا وكذا. الله له مطلق الارادة، وهذا الامر ما هو تخصص انت وما ليش دخل فيه ومالي انا كمان دخل فيه. يعني انا مفروض اني احط الطعم في السنارة واربيها في البحر وانتظر السمكة هذه، ما هي بشغلي انا، متى تجي مالي دخل انا، هذا شغل رب العالمين. متى يسوقها ما ادري، ممكن اقعد ساعة وساعتين وثلاث ساعات وبعدين اشيل السنارة وامل واروح. متى تجي السمكة هذه ما ندري، ايش حجمها، ممكن تطلع طعمه صغير، ممكن تطلع الشيء اللي انا كنت ابغاه، ممكن تكون افضل من اللي انا كنت ابغاه وانا اطلبه. فلا تتدخلين في ارادة الله. انت اللي عليش انه انت تجهزين نفسك، انه انت تستغفرين، انه انت تدعين، انه انت تطلبين. متى راح تجي السمكة، هو ايش هو نوع وحجم السمكة مالش دخل. يعني فعلا ترى بعض الناس يصلي الوتر ويدعي الله انه يبغى وظيفة، فتقول الصباح ليش ما حد اتصل علي، انا والله كنت اتوقع اليوم انه في حد اتصل علي. لا تتوقعين، لا تتوقعين، اعرفي انه الله يرزق بغير حساب، بغير حساب، من غير توقعات، من غير حسابات. ولاحظوا لاحظوا يا بنات انه دائما يصير شيء اللي احنا ما فكرنا فيه، وانه دائما الفرج يصير من غير الباب اللي احنا كنا نتوقعه. يعني الحين ممكن واحدة مثلا تقول انا مثلا في ضيقة، يا ربي من وين راح تفرج، وتفكر في فلان وفي فلان وفي وظيفة فلانية وفي، وتلاقي انه الفرج جاء من باب ما كانت تتوقعه، من مكان ما كانت تتخيله، جاء الاتصال من احد ما كانت تتوقعه ابدا. فدائما الارزاق تجي بغير حساب، ما هو من المكان اللي انت تتوقعينه، لانه هذا رب العالمين، هذا اللي محيط بالصورة كلها، اللي يعرف كل زوايا وخبايا الصورة هذه وكل ابعادها. وترى هذا معنى لما يقول وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. اعرفي انه انت بس بذلتي السبب، وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. السبب هذا ما راح يجي الا اذا انت قدمتي سعي، بس النتيجه من رب العالمين مالش دخل فيها. بعدين يقول عبد الله محمشان انا هنا دخلت في ادراك جديد. ولاحظي انه وكانها سلالم، راح تحسين من خلال القصة اللي هو يسردها انه كل يوم يكون في منزلة مختلفة. اهم شيء ايش؟ اهم شيء انه مستمر. ركزي. بعدين يقول انا كذا وقفت وقفة مع نفسي وعرفت معنى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وعرفت انه اللي انا فيه هو وسعي، هو الشيء اللي انا اقدر عليه، وهو الشيء اللي انا اقدر اجتازه. فالله ما حطك في المكان هذا او في المشكلة هذه او في المصيبة هذه الا وهو عارف انه انت عندك الادوات اللي تخليك انه انت تقدر تجتازه المشكلة هذه. بعدين قال كلام كمان يعني في غاية الروعة، أنا أقول لكم كل الحلقات هذه أنا منبهرة بها. يقول إنه المشكلة هذه اللي أنا انحطيت فيها عرفت
انه الله قاعد يكبرني انه انا عبد الله مو اللي كنت امس وقبل امس والسنه اللي راحت واللي قبلها. ما دام الله حطني في الامتحان هذا معناها اليوم انا كبرت، عشان كذا امتحاني كبر. يا الله، يعني الله اعطاني ازمه كبيره عشان اعرف كيف اتعامل مع الازمات الكبيره. شوفي بس نظره التفاؤل لما انت تقولين اها ليش الله حطني في المشكلة هذه؟ يمكن عشان أنا اليوم صرت في مرحلة كبيرة، فالله يعطيني حتى المشاكل على قدر المنزل اللي أنا وصلت لها اليوم. أو أنه أنت تقولين يا ربي الله أعطاني، أنا في مشكلة ما أقدر عليها، أنا في مشكلة فوق طافتي، فوق احتمالي. معناها كذا أنه أنت تتهمين الله، اللي يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيقول كانت شعرة بين أنه أنا أطلع أو أني أرجع وأنحدر. فعلا هو ظن أو يقين، أو حتى أحيانا أنه أنت تقلبين الصورة، تلاقي أنها كانت شعرة بين أنه أنت تكونين أو لا تكونين،